أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله هذا الذي يحفظ القرآن بهذا ويتصف بهذه الصفات من الأخلاق الحميدة ويحترم المسلمين جميعا ويحترم الأماكن المقدسة وأقدس الأماكن هي مساجد الله مساجد الله سبحانه وتعالى ونحن كثيرا ما ننبه الإخوة الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لماذا؟ لعلكم ترحمون يعني رحمة الله سبحانه وتعالى تنزل عليكم إذا كنتم تستمعون قراءة القرآن ولكن مع الأسف الشديد ليس من الذين يحضرون فقط وإنما من زمرة المتسابقين فيجتمعون ويتولسون كما يكون بالعميل يعني يتحدثون وإذا ما عاجبهم فيخرجون يتحدثون كأنهم يقولون الله عز وجل نحن لا نحتاج إلى رحمته لأن الله يقول لعلكم ترحمون والقرآن يتلى وأنت تتحدث وتستمع إلى هاتفك وغير هذه الأمور التي نراها التي لا ينبغي أن تكون مع المسلم العادي فما بالك بالذي يتصف بحفظ القرآن والتأدب بأخلاق حملة القرآن العظيم وهذا طبعا أيها الإخوة نوصي أنفسنا ونوصيكم جميعا بأن نتأدب بآداب حملة القرآن حتى نكون من الذين يرحمهم الله في الدنيا والآخر وكما قلت يعني ليس أنك لم تحفظ القرآن لهذه السفريات
لتكون مباركا وتكون من اهل القران الذين يقال لهم يوم القيامه اقرا ورتل فان اخر ايه فان منزلتك عند اخر ايه تقراها. وهذه له مواصفات وله شروط، ليس لانك حفظت القران فقط ولا تتعدوا باداب القران، من اداب القران ان تحترم المسلمين وتحترم من هو اعلى من اكبر منك سنا وتحب المسلم لله، وكل هذه من صفات اداب حمله القران. ولا تحاول ان تظهر نفسك وتراعي بقراءتك او بقرانك امام الناس، يعني بعضهم اذا حفظ القران والله يعلم يتولى سرائرهم، يريد في كل جلسه هو الذي يقرا، وفي كل مكان يريدون ان يصلوا يريدون ان يكون هو الذي يؤم الناس، وخاصه اذا كان صلاه المغرب او العشاء او السحر. اما الصلوات الاخرى فلا يهم، لان هناك قريبا يقرا، هذا الذي حفظ القران لا تكون رغبته هكذا، اذا قدم فليعتذر. وربما يرى شخصا اكبر منه سنا يقول تفضل يا شيخ، وكذا حتى اذا اصروا عليه يتقدم. اما ان يتقدم ويقول تفضل يا جماعه صوت ما شاء الله حتى يسمع صوته يراعي، وسيكتب يوم القيامه، لان النبي يقول لنا القران حجه لك او حجه عليك، فانتبه واعرف جيدا متى يكون القران الكريم حجه لك ومتى يكون القران العظيم حجه عليك، حتى تتبع الصفات التي تؤهلك الى كي يكون القران حجه لك، وتكون بعيدا عن الصفات التي يكون القران العظيم حجه عليك. وهذا ما اريد ان اقول، ولا تجعل نفسك انانيا، الاناني هو يريد نفسه فقط لا يريد ان يشاركه الاخرون، مثلا اذا سمع هذا يذهب الى السعوديه لا يفرح، هو يتمنى لنفسه فقط، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فأنت إذا لم ترجع أيها الأخ الكريم وحفظت القرآن، هذا أخوك هو الذي رشح ليمثل دولة الكاميرون في السعودية أو في الجزائر، فافرح لذلك حتى تكون مثابا عند الله عز وجل وتكون من الفائزين، ولا تغضب ولا تتهم، لأن بعض الناس يعني هم متفننون في اتهام الناس، يقول والله هؤلاء ما عملوا جيدا، يختار فلان هذا ما قرأ كويس، أنا قرأت كويس، وهذا الذي عمل كذا وكذا، ويتهم الناس، وهذا العمل وهذا الفعل لا يستطيع أن يتحمله يوم القيامة، لأنك تتهم الناس حتى إذا رأيت عورة الناس. النبي يقول لك من ستر مسلما ستره الله، فكيف إذا اتهمت إنسانا وهو بريء؟ وطبعا أكل لحوم الناس ليس هناك توبة تنفع إذا كنت أنت تأكل لحوم الناس إلا إذا عفى عنك عبدا، ومن يدري أين تجد حتى يعفو عنك. إذا كنت تعصي الله بينك وبين الله فإذا استغفرت الله يغفر لك، أما إذا كان أنت تتعدى على الناس باتهامهم فاستعذ بالله أن تكون من هؤلاء، لأن هذه مصيبة. يقول من آداب حملة القرآن في كتاب آداب حملة القرآن، يقول هناك تلميذ للإمام الشافعي إذا أراد أن يذهب ويتعلم يصلي ركعتين ثم يقول ماذا؟ اللهم استر عني عيوب معلمي حتى يكون علمي مباركا، يعني هو لا يريد ان يرى عيوب معلمه اصلا، ليس في زماننا تدرس انسان وهو الذي يعني يفتش عيوبك حتى اذا ما كان عندك عيوب، يعني يقول عندك يعني مثلا كذا وكذا، هذا يصلي لله ركعتين
ثم يسأل الله أن يستره عن عيوب معلمه حتى يكون علمه مباركا، لأن الذي علمك حرفا، ابن عباس يقول من علمني حرفا فأنا عبد له، أو كما قال يعني مثلا هذا الكلام، نعم صرت له عبدا. ولكن في زماننا كل واحد يريد أن يكون ما شاء الله عالم كبير، حتى أساتذته أحيانا حتى إذا كان أبوه يعمل ذلك، أما إذا قالوا معلمك يعمل كذا وكذا ربما يضحك لا يهمه ذلك، ولا يدري أن احترام معلمه يبارك له في عمره، ويبارك له في علمه، ويبارك له في آخرته. هذا ما قاله ذلك يعني، ولهذا قال ما كان يستطيع أن يأكل والإمام أو يشرب شربة ماء والإمام الشافعي أمامه هيبة له، هيبة له. هكذا تعلموا يا إخوان، وهكذا بورك في آمارهم وعلمهم. فنحن فالله المستعان كما ترون يعني المعلم هذا لا يساوي لك شيء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمن يحبه ويرضاه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم. الذي يحل لكم بعض الذي حرم
بكسر البدل او بالتوسط المنفصل. طيب اقرا من قوله تعالى في سوره ال عمران: ربنا ومن تأخر فلا
الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم.